السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي معانا شركة اسمها فيكترا، فيها شوية مزايا. هي أولا عاملة زي شات جي بي تي وعاملة زي جوجل بارد، عبارة عن نموذج لغوي بتبدأ إن أنت تدردش معاه، تسأله سؤال فيبدأ إن هو يجاوبك. لكن الجميل إن المعلومات هنا يعني محفوظة، ما بتطلعش بره. معنى إيه؟ شات جي بي تي لو أنت سألته سؤال هو بيستفاد ويعيد برمجة نفسه أو يعيد تدريب نفسه من خلال المعلومة دي. فلو أنت رفعت بيانات شركتك هتبقى مستباحة الناس كلها، وبالذات لو هي خطة سرية. وده حصل مع شركة سامسونج، أحد الموظفين رفع كده وقال في شات جي بي تي في بعض الحاجات اللي احنا بننزلها قريب، بقى أي حد يدخل على شات جي بي تي يلاقي المعلومات دي متوفرة لكل الناس لكل العوالم، كأن هي محطوطة في البحر كده، أي حد معدي يشرب على طول. لا، هنا بيبقى الموضوع محكوم إن معلومات شركتك مش هي النموذج اللي بتدرب عليه، هو بتدرب على أشياء تانية. فدي من ضمن المزايا الجميلة جدا. فانت عندك كده نموذج لغوي تقدر ان انت تدردش معاه وتسأله وكل كان ده. هو بيستخلص كل البيانات اللي عندك، سواء من وورد، من الاكسل، من بي دي اف، ويبدأ ان هو يغذي نفسه بالمعلومة ديت ويشفرها، ويبدأ ان هو يستعين بيها في البرمجة بتاعته، ويبدأ ان هو يديك ملخص. طيب خلينا نشوف مثال كده. مثلا ده الموقع هوت، تمام. خلينا نقول له سامبل، فبيقول لك فلتر باي سورس، عايز من اني مصدر من المصادر، كل المصادر ولا انت عايزه من مصدر معين. تبدا بقى تساله السؤال فيبدا ان هو يجيب لك المراجع اللي هو يعتمد عليها، وفي نفس الوقت يبدا يديك ملخص زي شات جي بي تي كده، كام سطر فيه الخلاصه بدل ما انت تقعد تدور وتلف، تمام. وهنا برضو بتختار بقى اللغه اللي انت عايز تتكلم بيها، فيها العربي، لان من ضمن الحاجات الجميله في الموقع دوت ان هو شراكه بين دكتور مصري واثنين هنود، والاثنين هنود مسلمين، اللي هو عمرو عوض الله. وده الموقع بتاعه، هسيب لكم الموقع بتاعه جميل، وهسيب لكم الموقع برضه بتاع الشركه بحيث ان انتوا تشوفوه. حاجه جميله جدا يعني، ممكن الناس تبدا انها تستعين بيه. او بديك مثال اهوت، حتى الصفحة الرئيسية فيها كلام بالعربي، فهو بيديك نموذج كده مختلط بين المعلومات من على النت مع ملخص بشكل رئيسي.